نعم بص يا روبي، بقولك انا كنت بفكر يعني اخطب شيرين اخر الاسبوع ده. كتير منيح، كمان احنا ببعضنا من دون الاهل مثل ما كنت مقرر. بونجور. هاي هاي، كيفك؟ ماني شايفة. شفت خلقته؟ رجعت من بيروت لقيته ناطرني لحتى يبهدلني ويسبني، وعلى شوي كان ضربني. راح حطت لي الناطور عندي بالبيت ببيروت، جاسوس علي، وهداك راح خبره انه عمر